تعرض هذا المقر لمحاولة إجرامية إرهابية فاشلة. تداعيات الاعتداء على مقر حزب الاتحاد من أجل الوطن. الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يناقشان فرضية تسليط عقوبات على معرقل الاتفاق السياسي، والتدخل العسكري يطفو على سطح الأحداث من جديد. الآن بانوراما اليوم مع مراجع رشيد. السواحلي يقول إن الاعتداء على مكتبه هو محاولة فاشلة أخرى لجر البلاد إلى مواجهات مسلحة ومستنقع اقتتال داخلي في مدينة طرابلس ومدن أخرى، ويدعو كافة الأطراف السياسية إلى عدم السماح بتقويض أحلام الليبيين من قبل أقلية متعنتة في طرابلس أو في طبرق يجمعهما السعي للبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة حسب تعبيره. يبدو المشهد ضبابيا للمراقبين في مقابل تستمر المشاورات لفرض عقوبات على معرقل الاتفاق السياسي على قدم وساق، وعلى الأرجح فإن العقوبات ستطال أسماء من كلا المعسكرين يقول أحد الملاحظين. وفي خضم هذا التشتت ينتشر سواد تنظيم الدولة وإجرامه، فيستدعي معه التدخل العسكري الأجنبي على الأرض، وبذلك تكتمل فصول الحكاية. هكذا يتحدث المراقبون. مشاهدينا، نناقش الليلة تداعيات الهجوم المسلح على مقر حزب الاتحاد من أجل الوطن، وفرضية تسليط عقوبات دولية على رافضي الاتفاق السياسي، وفرضية التدخل الأجنبي لضرب تنظيم الدولة. أهلا بكم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما اليوم. ولمناقشة هذا الموضوع معي في الاستوديو الدكتور محمود إسماعيل، وهو باحث في الشؤون السياسية، وكذلك عبر سكايب محمد الهنجاري، وهو محلل سياسي. أهلا وسهلا بضيوفي الكرام. ولكن قبل أن نبدأ في التحليل والمناقشة حول تداعيات هذا الهجوم مشاهدينا، نذهب إلى مقتطفات من المؤتمر الصحفي للسيد عبد الرحمن السويحلي رئيس حزب الاتحاد من أجل الوطن. تابعونا. هذه المحاولة ومن وراءها هي دليل آخر، إذا كنا نحتاج إلى مزيد من الأدلة، على ضعف الحجة والإفلاس السياسي للمتطرفين من معارضي الاتفاق السياسي الذي التف حوله الليبيون ودعموه. نحن مصرين رغم كل هذه المحاولات، وآخرها ما تم هذا الصباح، على التمسك بالسلم الأهلي، وعلى التمسك بعدم الانجرار في أي مواجهات مسلحة التي لا قدر الله تدخل ليبيا في مزيد من الدماء والانقسام والتشظي. مشروع الاتفاق السياسي الذي ندعمه نحن بكل قوة، الهدف الرئيسي منه كان وما زال هو حقن دماء الليبيين والكف عن مزيد من سفك الدماء. هذا ما جعلنا نقدم التنازلات الكبيرة التي قد يراها البعض ويشوهها ويعتبرها خيانة الوطن. العكس، هي من أجل مصالح الوطن العليا، هي من أجل حفظ دماء الليبيين، من أجل دعم الوحدة الوطنية، من أجل التمسك بالسلم الأهلي الذي لا مناص لنا منه إذا أردنا أن نخرج ليبيا من أزمتها وأن نوفر الليبيين الأمن والاستقرار والسلام. أدعو ثوار 17 فبراير إلى الحفاظ على ثورتهم من خلال تمسكهم بقيمها الرفيعة ومبادئ التداول السلمي على السلطة
وممارسة الديمقراطية وجعل الديمقراطية هي الوسيلة للوصول إلى السلطة. أدعوهم إلى التصدي لمحاولات التضليل والخداع التي يسعى من خلالها الذين استمرأوا السلطة والذين لا يريدون التخلي عن كراسيهم الزائلة. أدعوهم إلى دعم هذا الاتفاق السياسي والتصدي بقوة لكل محاولات فرض الإرادة على الليبيين من خلال العمل المسلح واستعمال القوة. دكتور محمود، الجميع يتساءل في ظل ضبابية المشهد السياسي والأمني الموجود الآن في ليبيا، لماذا يتم استهداف مقر حزب الاتحاد من أجل الوطن في هذا التوقيت تحديدا؟ لا شك أن الإجراء الذي تم والجريمة التي وقعت فيما يتعلق بالاعتداء على مقر يعتبر بحكم القانون وعقلا وقانونا لا يقال إلا هي جريمة وقعت بعملية اعتداء غير مبررة مهما كانت وكيف كانت. نتكلم إذا كان هناك مجتمع يراد أن ينشأ أو ينشأ من جديد مجتمع سياسي، يجب أن لا يتم المواجهة بالقوة والاستخدام العنف، يجب أن يكون هناك تداول للسلمي سلميا للسلطة، يجب أن يكون هناك تبرير، يجب أن يكون هناك وضوح. مع هذا وذاك نجزم نعم لوجود اختلاف الآراء، والاختلاف جيد وهو ظاهرة حضارية وليست ظاهرة حقيقة. يجب أن يكون موجود الاختلاف في الرؤية لا شك، ولكن لا يدعو ذلك إلى استيفاء. وإن كان هناك حقوق لا يستفيع بالقوة ولا يمكن استخدام القوة والخروج عن القانون، نعتقد أنه لا يؤصل لدولة القانون ولا يؤصل لدولة المؤسسات ولا يؤصل لدولة حضارية أو حتى بداية دولة. نتكلم على جهة أو مكان بغض النظر، مكان حزب أو مقر جهة، وبغض حتى مقر فرد مهما كان الجميع، واستخدام القوة واستخدام السلاح وإطلاق النار مهما كان الفاعل ومهما كانت مبررات، ولا يوجد لمبرر وهي تعتبر من جريمة. من المستفيد دكتور محمود؟ من المستفيد بشكل مباشر من الاعتداء على هذا المقر؟ ليست فقط الاستفادة، الموضوع أنه في الأساس أنه أمر غير مبرر قانونا، ويجب أن يكون هناك تحقيق وتحقيق شافي، والدولة راعي للجميع وعلى الأجهزة الدولة الرسمية بداء من النيابة والشرطة في إجراءاتها وما يتعلق بكافة الجهات ذات المسؤولية سواء كان من أمنية أو ما غير ذلك. ما أكثر الأجهزة الأمنية في ليبيا حاليا تعج ليبيا كلها بالأجهزة الأمنية، إذن يجب أن يكون هناك تحقيق شفاف وواضح وحتى عملية كشف الحقيقة مهما كان. قبل تحقيق دكتور، هناك في ظل أن هذه الضبابية وهذا التنازع وهذا الاحتراب وهذه السيولة العارمة لدى الأجهزة الليبية المختصة أو المعنية بالتحقيقات، هنا الاعتداء على المقر مؤشر خطير. نعم. على أن الحريات السياسية وحرية الرأي وحرية الفكر والحرية الفكرية مهددة وبشكل واضح. هي ليست الحرية الفكرية بالضرورة، ولكن إنما هي بداية تأسيس للون الواحد. نحن نتكلم على أن الطيف الواحد واللون الواحد الذي عرفت به ليبيا لمدة 43 سنة عجاف كان لا يعرف إلا كل من يخالف هذا الرأي، فهو ليست فقط نادعني من الفكرة، وهي متمثلة في الآتي، متمثلة في أن إمكانية عدم البحث عن التعددية وإمكانية أن يقال الرأي وأن يكون هناك أيضا هذه الرؤية مشروعة وغير ممنوعة ما لم تخالف القوانين والإجراءات المتبعة قانونا بالخصوص، إذن يجب أن تكون مشروعة. بس لكن الآن نبي نعرف الطرف. نعم. الجميع يتساءل، الطرف اللي يحاول إنه يشوش على منجزات ومكتسبات الثورة من حرية التعبير وحرية الفكر وحرية الحزبية، هنا من الجهة التي يمكن أن تستفيد بشكل مباشر وتقوم باقتراف مثل أنا هذا؟ أنا أعتقد أن من يقف فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي هو عدو لليبيا جميعا، عدو للليبيين جميعا، عدو لهذه الثورة وعدو لهذا البلد مهما كان هذا الشخص وكيف ما كانت مبرراته. ربما نختلف فيما يتعلق بأن هذه نتفق معها أو لا أتفق مع هذا التوافق أو لا أختلف، لكن هذا لا يعني ولا يبرر الاعتداء مهما كان أو فرض الرأي بالقوة. إمكانية أن يفرض عنف أو محاولة قدر الإمكان لفرض الآراء أو مصادرة الرأي الثاني، أعتقد أننا جازمين بأننا بلد يفترض أن تتجاوزه وتجاوزته، عمدته دماء الشهداء من أجل الوصول إلى إمكانية التعددية السياسية وإمكانية قول الرأي وإمكانية حفظ. وإذا كانت هناك حقوق هناك جهات قضائية وهناك جهات أخرى يمكن الطلب بها بشكل مشروع وأن تكون المعارضة مشروعة والجميع يحكم بفيصل. والجميع أعتقد أن الجميع يرفض تماما اللجوء إلى استخدام نعم باستخدام القوة مرفوض ومرفوض بشكل مطلق أي توجه سياسي أو فكرة معينة. أنتقل بسؤال للدكتور السيد محمد نجاري. سيد محمد،
الجميع يتساءل هل هذه الخطوة هي خطوة نحو التصعيد ضد آل الاتفاق السياسي؟ الموقف حزب الاتحاد من أجل الوطن وموقف السيد عبد الرحمن السويحلي معروف ومعلوم لدى الجميع. إذن أي حد أو أي طرف يأخذ موقف سياسي معين سواء كان مع الاتفاق السياسي أو ضده يتم التعامل معه بالقوة والعنف. هل سنشاهد حوادث متكررة ومتعددة أخرى غير اللي صارت أمس؟ أولا تحية لك وتحية للمشاهدين بكل ربوة ليبيا الحديثة. أهلا بك. أعتقد أن ما حصل هو طبعا جريمة بكل المعاني، جريمة اقتحام قصف أو حرق أو ما كان، أو الرماية على مد يمثل حزب سياسي وليس قلعة عسكرية أو قلعة أمنية، اعتداء على الحرية وعلى الحرية السياسية التي نضج من أجلها الشعب الليبي وقدم الشهداء ليكون الشعب يحقق ما أرجوه وأمنيه حسب تطلعات بهذه القلاع السياسية سواء أحزاب أو اتحادات أو حركات وطنية من حقه أن يمارس هذه السلطة. ولكن التوقيت أعتقد أن هناك شيئين، التوقيت الذي وقع فيه الاعتداء، هناك احتمالين لهذه الحالة. الحالة الأولى كما نعلم أن تنظيم الإرهابي تنظيم داعش أو من ولاه وأشباهه والذين يعملون له يستغل هذه النقاط وهذه الخلافات. ما حدث هو عندما اجتمع السيد عبد الرحمن السويحلي بالأعضاء مجلس الدولة جلسة تشاورية. من سيد محمد؟ هل نبغى نعرفه؟ نحن نبغى نعرفه الطرف المستفيد من هذه الحادثة وراء هذه الحادثة. دعني أحدثك فقط. الطرف الأول هو تنظيم الظلامي، تنظيم الفتنة وتنظيم الشر، وهو تنظيم شن مصلحته؟ شن مصلحته أن يتم استخدام المقر؟ ما خلتنيش أوضح يا أخي، تركني أوضح بس شوي بس. تفضل سيد محمد تفضل. تنظيم داعش الإرهابي أو القوة الظلمية أو المستفيدين الآن في السلطة الذين هم ضد عبد الرحمن السويحلي، هذا احتمال. الاحتمال الآخر، من والي وراء المؤتمر أو من يتمركز وراء المؤتمر الذين يرون في بقاء أبو سهمين هو سيد الموقف وهو سيد المؤتمر الوطني كما يلوحون بالمؤتمر الحوار الليبي لبقاء، لأنه هو شخصية يعتبر شخصية ضعيفة ويقودها الشخصيات الظلمية من وراء كذا. لكن اختلاف هناك، لأن هناك الحدث الذي حدث في السخيرات عندما كان عندما سيد ليون قال أن مرشح أني مرشح لمجلس الدولة السيد عبد الرحمن السويحلي، هنا طارت حفيظة أبو سهمين ومن ولاه وحتى نقض من يوقع الاتفاق بالرغم أنه كان ذهب في الاتفاق الصغيرات وكان سيوقعون. يعني هناك فيصل، هنا من يريد لا يريد عبد الرحمن السويحلي أن يكون رئيس، لأن شخصية مهما كان أنا أختلف معه شخصيا، أنا أختلف معه بعض الأشياء، ولكن ابقى معنا سيد محمد. نعم سيد محمد ابقى معي ولا يستطيع أن يقود. نعم سوف أعود لك. نعم سيد محمد نعم سوف نذهب إلى هذا التقرير. سوف أعود لسيد محمد البوسيفي عضو مجلس حكماء وأعيان حي الأندلس، سوف أعود إليه. لكن مشاهدي الكرام نذهب إلى هذا التقرير ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. لن يكون المشهد في ليبيا بعد استهداف مقر حزب الاتحاد من أجل الوطن الذي يرأسه عضو مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي كما سيكون عليه بعده، فتداعيات سياسية لاستهداف بهذا الوزن تتوالى تباعا، لا سيما أن الاستهداف جاء بعد فترة قصيرة من تصريحات تجمع ساحات الثورة أكدت بوضوح رفضها للاتفاق السياسي برمته ولمجلس الدولة المفترض أن يجتمع في العاصمة طرابلس. وقياسا على منع تجمع ساحات الثورة اجتماعا سابقا لمجلس الدولة في العاصمة، تحذيرنا ووعيدنا للمروجين لمجلس الدولة، تحذيرنا ووعيدنا إلى الخارجين عن الجماعة والمنشقين عن المؤتمر الوطني العام. السويحلي وصف استهداف مقر حزبه بالمحاولة الفاشلة التي تؤكد استهداف مسيرة الاتفاق السياسي ومحاولة إعدام للحل السياسي في ليبيا.
أما حزب العدالة والبناء فرأى في الاستهداف اعتداء على جهود المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، واعتبر أن العنف لن يوقف المضي في إنجاح الوفاق الوطني. لم يقتصر الأمر على داعمي الاتفاق في الساحة السياسية الليبية، فالبعض يرى في استهداف حزب الاتحاد من أجل الوطن محاولة لتوجيه ضربة إلى الدول الداعمة للاتفاق والتي دفعت لإنهاء الأزمة سياسيا. المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر رأى في الاستهداف اعتداء على جميع داعمي الاتفاق وعلى جهود السلام في البلاد. في المقابل وعلى الضفة السياسية الأخرى، رأى مراقبون أن عدم ظهور أي رد فعل على هذا الاعتداء من حكومة الإنقاذ والمؤتمر الوطني العام قد يعد شرعنة لمثل هذه الأعمال، خاصة أن الاعتداء استهدف خصما سياسيا وهو مجلس الدولة. ورغم أن الأثمان التي تسددها ليبيا وما تزال كانت باهظة في الأرواح والأموال والمقدرات، فإن إنهاء الأزمة وتطبيق الاتفاق السياسي لا يروق للبعض. فاستهداف مقر السويحلي يدفع كثيرين للاعتقاد أن ما بعد هذا الهجوم لن يكون أبدا كما قبله، لكن كثيرين أيضا يذكرون بأن بناء الدولة والحفاظ عليها أكبر من كل الحسابات الشخصية، وتطبيق الاتفاق السياسي حل يقي البلاد والعباد مزيد التشتت والانقسام. معي عبر الهاتف السيد محمد البوسيفي. سيد محمد، في كلمة للسيد عبد الرحمن السويحلي، يقول أن هناك أطراف بعينها وشخصيات بعينها قامت بالتحريض والتهييج والتأجيج ضد مؤيدي الاتفاق السياسي، ما تعليقك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، تحية لك ولمشاهديكم الكرام، وتحية أيضا لكل السادة الذين نختلف معهم في الوجهة وفي وجهة النظر وفي التوجه السياسي، ابتداء من السيد السويحلي ومع كل من نختلف. نحن نختلف في توجهات سياسية ولا نشرع إطلاقا لأي نوع من الأعمال الفوضوية أو الإجرامية أو الجنائية، وما حصل في بياننا نحن بالتحديد هذا بيان في وضح النهار عبرنا فيه عن يعني عدم قبولنا بمشروع الصخرات بمجلس بس هناك كان تهديد الذي... سيد محمد، نعم كان هناك في البيان تهديد، نعم كان فيه تحذير من دخول البلاد في فوضى، دخول البلاد في تناحر من خلال التناحر السياسي او من خلال الأعمال التي ظهرت من في ترسيم مجلس الدولة في طرابلس في الوقت الذي الجميع يعلم، الذين خرجوا في اجتماعهم يعلمون أن هذا الأمر مرفوض من كل يعني الواجهات الموجودة بغض النظر عن مسمياتها. وسائل الرفض كيف تكون سيد محمد؟ نعم، وسائل الرفض كيف تكون؟ عندما يخرج بيان في الإعلام هذا أمر واضح جلي بين، يحذر من إشعال النار، نار الفتنة، يحذر من يعني سحب أو جلب البلاد إلى حمام دم من خلال خلافات سياسية يمكن أن تحل بأمور أخرى مثل ما ورد في التقرير. نحن لم نقفل باب المصالحة، لم نقفل باب الحوار، نحن ما زلنا نلوم على بعضنا، وإن اختلفنا في وجهات النظر ليس معنى ذلك أننا نصل إلى أي عمل من الأعمال التخريبية أو الإجرامية أو الجنائية. هل هذه الخطابات أو هذه البيانات هي تعبر عن روح توافق لابد أن تسود بين أفراد المجتمع، أم أنها خطابات تأجيجية الهدف منها التحريض والتأجيج لطرف لمصلحة طرف ضد طرف آخر؟ بارك الله فيك، كل يراها من زاويته. هناك من يرى أنها شكل من أشكال الرفض العلني الصريح في وضح النهار، يا سادة يا من تجتمعون لترسيم حكومة ليون كوبلر السراج نحن رفضناها، فلماذا أنتم تخرجون سرا أو علنا لإعلان مجلس الدولة؟ لأنكم في هذه الحالة قد فتحتم علينا النار. هذا إعلان علني، يعني نحن لم نقول شيئا، إنما كوننا نشرع أو نشرع لأي عمل فوضوي، نحن نرفض ونستهجن أي عمل أو العمل الذي تعرض له مكتب السيد السويحي، نستهجنه ونعتبر ذلك ليس من أساليب التوافق أو من أساليب الحوار داخل بلادنا التي نريدها أن تعمر ونريدها أن تكون دولة بعيدة عن التبعية وبعيدة عن الوصاية وبعيدة عن الإملاءات. نحن نحترم الجميع،
خاطبناها من خلال الإعلام وقلنا أنا نعدكم ونحذركم وننبئكم بأن هذا العمل الذي تقومون به يجرنا جميعا، سفينتنا ستغرق مع بعضنا، نحن في سفينة واحدة، نحن والسيد عبد الرحمن في سفينة واحدة حتى وإن اختلفنا في وجهات النظر. نعم دكتور محمود ما تعليقه؟ نعم بكل تأكيد أنا أجزم بأن السادة سواء مهما كان يجب أن يكون، نعم هناك اختلاف في الرؤية، والاختلاف في الرؤية حقيقة لا يفسد للود قضية مهما كان. هناك أيضا هذا التوافق وهذا الاتفاق التي بدأ في الصغيرات بمسيرة ربما كانت طويلة ومملة جدا، وكثيرا منها كثير من الأشياء التي وردت غير مبررة وغير عقلانية وربما لا يرضى عنها الجميع، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. مهما كان الاختلاف والاتفاق لا يبرر عملية إجرامية، وهي عملية إجرامية. نجزم بأن الجميع لا يمكن أن لا لإيصال اتهام إلى ما يتعلق بالمؤتمر الوطني وإلى الحكومة وإلى السادة الكرام المتظاهرين، هذا أعتقد أنه بعيد عن هناك جهات يجب أن نلجأ للإجراء القانوني، هناك نيابة وهناك إجراءات تحقيق وهناك بحث جنائي وهناك أجهزة أمنية مختلفة هي التي تحاول قدر الإمكان البحث في أن المستفيد عن هذا والذي يحاول خلط الأوراق وربما تعلية السقف ومحاولة قدر الإمكان. ما يجب أن يشار إليه؟ هل نحن في هذا الوضع السيء السياسي والأمني الملبد نحتاج إلى كلمة طيبة ونحتاج إلى فعل حسن ونحتاج أن تتجه النوايا إلى رأب هذا الصدع؟ لكن هناك مهما هناك خطابات كان الجميع اختلفوا أو اتفقوا، هناك خطابات تحريضية لا شك أن من أراد خطابا أو من تكلم بخطاب عليه فقط أن لا يلجأ للعنف، وهم صرحوا أنهم لم يلجأوا إلى العنف. إذن العنف غير مبرر. كون أن هناك رأي وأن ماذا يعني التهديد؟ أنا أجزم بأن أي شيء يحاول قدر الإمكان فرضه بالقوة سواء كان هذا من هذا الطرف أو من هذا الطرف التهديد يجب أن يكون دكتور محمود يجب أن يكون يعني؟ مرفوض. التهديد مرفوض والتهديد خطأ، ومهما كان يجب أن يشار أيضا إلى أن أيضا ما يجب أن يشار إليه أن فرض الإرادة سواء من هذا الطرف أو من هذا الطرف لا يجب أن يكون بالقوة، ولا يمكن أن يستخدم القوة، ولا يمكن أيضا فرض الإرادة مباشرة من الطرفين سواء هذا الطرف أو هذا الطرف، ويجب أن يشار أيضا إلى من الممكن جدا العمل على الالتجاء إلى طرق أخرى من أجل ليست سياسة فرض الأمر الواقع. سياسة فرض الأمر الواقع ستؤدي إلى نتائج حقيقة ربما سيئة وربما بدأت نتائجها. ما يجب ألا يستغل أيضا من أطراف أخرى لأنه تحاول قدر الإمكان بث الفتنة فيما بين الصف الواحد. نحن نتكلم على ثورة ونتكلم على ثوار ونتكلم على موجودين في نفس المعين، نتكلم على واقع عملي أن ليبيا لا تحتمل ولن تحتمل مزيدا من الفرقة ومزيدا من الدماء ومزيدا من الانقسام ومزيدا من الإشكاليات. نعم يجب ألا يكون هناك تدخل، يجب ألا تكون هناك وصاية، يجب أن يكون هناك سيادة للدولة الليبية، ويجب أيضا أن تكون الإجراءات وفق توافق عام، ويجب أن يكون هذا التوافق العام متفق نعم. عليه شكلا ومضمونا. ومع هذا نجزم بأن هذه تعتبر جريمة وجريمة بشعة تدل على مصادرة الحقوق ومصادرة الرأي، ويجب أن لا يشار إلى إمكانية أن يكون هناك اعتداء سواء كان لساني أو اعتداء دموي أو اعتداء ما يتعلق بالسلاح. كل ذلك مرفوض، خاصة ونحن نتكلم على العاصمة ونتكلم على ليبيا ونتكلم على تغيير ونتكلم على عنصر الاستبداد الذي انتهى إلى غير رجعة بعد 43 سنة عجافة. سيد محمد الهنجاري، هناك تصريح للسيد عبد الرحمن يقول ان ضعف الحجه والافلاس السياسي الذي تعانيه الاقليه المتعنته الرافضه للاتفاق السياسي، هذا اتهام واضح للسيد عبد الرحمن سويهلي للرافضين للاتفاق السياسي. هل الخطابات التأجيجيه والجهات الرافضه للاتفاق السياسي مقبول ان تستخدم وسيله العنف للتعبير عن رفضها؟ هو أعتقد أن الخطاب الذي تناوله الأخ محمد السيفي خطاب تحريضي واضح جدا وصارخ جدا، تحريض على العنف وعلى القتال والتحذير وغيره، هذا كله يؤدي إلى العنف. وفعلا زي ما قال عبد الرحمن السيفي هو فعلا يعني تحريضي، ونراهم في دائما كل جمعة في ميدان الشهداء يحرضون على العنف والقتال، وحتى البرلمان الذي كانوا يتهمون بالعمالة ويسبونه وجدناهم ينقلبون في يوم وضحاها ويقولون أبو سهلين وقيل أصبحوا مش عارف شنو يحتفون بهم. هؤلاء أعتقد أنهم أصوات لأناس ثانية يوجهون يرؤون، وأعتقد عار على إنسان أن يكون غير مستقل برأيه وأن يحرض على قتال الليبيين وعلى العنف. نحن كنا مع فجر ليبيا قلبا وقائدا وندعوه حتى للجماعات، ولكن لم نحرض على العنف، إنما نحرض على الحوار وعلى التهدئة وعلى الوثاق بين الأخوة كذا. حتى مجلس الأمن قرار 21-74 واضح
في احدى فقراته يقول من يحرض سواء في الاعلام او في المنابر على العنف سوف يحاكم ويحال الى محكمه الجنايات الدوليه. هؤلاء يجب الوضع حد الان، لان مهما اختلفنا سياسيا لا نتهم بعضنا بالعماله او نحرض بعضنا. اي عماله كنا يوما نحن نحارب نقاتل مع الناتو، والان يقولون هؤلاء عماله وحكومه عميله. اي كلام، اي نفاق هذا يقولونه، اي نفاق بعينه هذا نفاق. نعم سيد عبد الله البوسيفي، هناك من يتهم طرفا ثالثا بتأجيج الوضع وتفجير المشهد بين مؤيد ومعارض. بارك الله فيك. قبل أن نتحدث عن الطرف الثالث الذي هو دائما في مثل هذه الأوقات يكون متوفر موجود وبكثرة، نحيي الأستاذ محمود الذي تكلم في البداية بكلام عقلاني، أما ما يتحدث به السيد محمد بعده هذا أمر نحن نرفضه ونرده عليه. نحن لسنا مؤججين ونحن لسنا دعاة حرب، نحن من نادى بالحوار وبالمصالحة وبالعدالة الانتقالية من عام 12 إلى أن جاءت فجر ليبيا، إلى أن تم الاعتداء على فجر ليبيا على ثورة 13 فبراير. الأسلوب هذا الذي يتحدث به الأستاذ بارك الله فيه، بالرغم أننا يجب أن تحمينا هذه القناة عندما يتحدث أحد عنا، هي التي يعني تحاول أن لا تسمح له بوصفنا بأوصاف غير صحيحة. نحن لسنا منافقين ولا توجد عندنا وجهين، نحن عندنا قضية وعندنا وطن وعندنا ثورة نتحدث من أجلها. وعندما خرجنا في الساحات وفي الميادين وخرجنا حتى في بياناتنا، نخرج علنا وبأسلوب صريح وبوجوهنا غير مقنعة، ونخرج ونحن يعني نستهجن أي عمل عدائي، أي عمل إجرامي أو جنائي. هذا عندما نقر لك بذلك معنا نحن في الصف الذي يريد الموافقة والمصالحة، ونحن نريد أن لا يشق صف 17 فبراير ولا يشق صف فجر ليبيا. أما ما تحدث عنه أنه يذهب إلى الساحة إلى الجبهات، فهذا أمر يعرفه من هم في الساحات. نحن لا نستطيع أن نزكي أحدا، لا ولا نزكي أنفسنا أيضا. بالنسبة للطرف الثالث أستاذي الفاضل، هم بس سيد محمد هناك معاتبة وهناك لوم للغة التي استخدمت. والله أسمعني، أراه إن حتى الفعل اللي حصل فعل استفزازي ويتطلب أو يعني يستفز الطرف الآخر أنه تصدر عنه، لأن هذا ليس رأيي أنا فقط، يمكن أنا لما طلعت ببيان ومعي سلة من الشرفاء طلعنا بوجوهنا وتحدثنا حديث واضح بالكلمة ومسؤولين على كل كلمة قلناها فيه. لكن راه الاستفزاز وكونك أنت تبحث عن مكان تجتمع فيه وتعلن شيء ضد توافق، يعني لماذا لا تصبر أنت زي ما احنا صابرين؟ لماذا لا يصبر هؤلاء الجماعة زي ما نحن صابرين؟ ما نبوش نرتكب اي حماقه. ليش انت تحاول انك انت تعلن لي حكومه رافضتها ليبيا بالكامل في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب، رافضينها كل التيارات، رافضينها كل التوجهات، يعني حكومه مرفوضه، بل هي في الحقيقه مش حكومه، هي شماعه فقط، هي فقط شماعه لكي تبرر لمن يريدون انتهاك سيادة وهيبة واستقلال ليبيا، تبرر لهم الدخول سبلة ودروها باش يدخلوا بها. يعني هي لن تكون هناك حكومة وفاق، ولن يكون هناك سراج، ولن يكون هناك مجلس دولة، هذا حسب توجهات نحن ومعرفتنا وفهمنا. إذا أما بالنسبة يعني وفعلا أن الخلاف مثل ما قال السيد محمود، الخلاف لا يفسد الود قضية، نحن اختلفنا في توجه، نحن كلنا في 17 فبراير، كلنا في فجر ليبيا، اختلفنا في توجهات، لا نتهمك ولا تتهمني بالأسلوب الإعلامي هذا الذي سمعته الآن. أما في بيانك عندما تخرج في بيانك وربما تلوح، أنا نقول لك أنا لا علاقة لي أو كل من خرجوا معي لا علاقة لنا بأي عمل فوضى، بأي عمل غوغائي، بأي عمل فيه جناية أو جريمة، نحن لا نقر هذا المسار أو هذا الأسلوب. السيد عبد الرحمن السويدي قال أن الشخصيات التي حرضت بياناتهم ولقاءاتهم مسجلة وموافقة وسوف يتم ملاحقتهم بشكل قضائي. ما سمعتكش لو سمحت، عاوز السؤال. السيد عبد الرحمن السويهلي في بيانه قال الشخصيات التي حرضت وهيجت هي أسماء معروفة وعندها تسجيلات في بعض القنوات التلفزيونية أو القنوات الإعلامية وسوف يتم ملاحقتها بشكل قضائي. نحن عندما دخلنا في هذه الثورة
مستعدين للسجن، مستعدين للتحقيق، مستعدين للشنق. نحن خرجنا من أجل الوطن، بذلنا أنفسنا يعني رخيصة من أجل هذا الوطن. إذا كان نحن عملنا هذا العمل الوطني، هذا العمل المدافع عن ليبيا يوصلنا إلى التحقيق وإلى الملاحقة السياسية، الملاحقة الجنائية أو غيرها في الداخل ولا في الخارج، نحن على استعداد. نحن ما قلناه قلناه علنا وليس في الظلام. نعم. ابقى معي سيد محمد، لعلك سمعت كلام الدكتور أو السيد محمد. الرفض السيد عبد الرحمن السويحلي يقول أن هذه التصرفات وهذه الممارسات هي عبارة عن تقويض للاتفاق أو روح الاتفاق التي لابد أن تسود بين أبناء المجتمع، وأن هذه الخطوة هي خطوة خطيرة جدا نحو تقويض العملية الديمقراطية. لنكون أكثر تكييفا فيما يتعلق بالموضوع من الناحية السياسية ومن الناحية القانونية. أولا من الناحية القانونية، لنترك الأمور من الناحية الجنائية للشق المختص قانونا، وهي شق جنائي يجب أن يشار فيه، لأن المحاكم واستقلالية القضاء والجهات القضائية يجب أن تأخذ مجراه، وهو أمر طبيعي يجب أن يفتح فيه التحقيق، ومؤكدا أنه بدأ في إجراءات فتح التحقيق بمحاضر جمع السندات أولية، ومؤكد أن يكون هناك تحقيق وإحقاق للحق. السادة الكرام عندما أشار إلى أنه لا يريدون أن يكون هناك تأجيج، هذا أمر جيد وأمر رائع، وأروع منه أيضا نحاول قدر الإمكان ألا نشق صفا وأن يلتئم الجميع من ناحية الثانية. والناحية الثالثة والمهمة أن نتجه للاتجاه السياسي السليم الذي يوصلنا إلى ليبيا، الذي يوصلنا إلى ما نريد. عندما كان هناك بداية للخروج على القذافي كان من أجل استقرار، ومن أجل أن يكون هناك تداول سلمي للسلطة، ومن أن يحترم الآخر، ومن أن يكون الرأي الآخر أيضا مستمع إليه، وأن يكون أيضا أن يكون هناك معارضة. نعم للمعارضة، ويجب أن تكون المعارضة لا للون الواحد ولا للطيف الواحد، ويجب أن يكون محترم، ويجب أن يكون أيضا في إطار القانون. الاستخدام العنف منبود ومرفوض والجميع يرفضه، ونعتقد أن الآخرين أكدوا على أنه لم يستخدموا عنفا وهو أمر جيد. من يحاولون الاصطياد في الماء العكر والذين يحاولون قدر الإمكان، وربما هناك جهات تحاول قدر الإمكان الافتيات بطريقة أو بأخرى واللعبت على اللعب على الليبيين من أجل دك الفتنة فيما بين الصف الواحد، وهو أمر حقيقة خطير. وندعو الجميع إلى لملمة الأمور ولملمة الجراح، ربما توجد ما بينهم هواة واسعة، ولكن هذه الهواة الواسعة تنتهي وتختفي عندما يكون هناك وطنا، وتكون هناك ثورة، وتكون هناك دولة، ويكون هناك أيضا محاولة لغزو ليبيا من قبل بعض الجهات الخارجية. ما يجب التأصيل إليه؟ دعوا الشق القانوني للجهات القضائية، العمل على نبذ العنف جميعا من الإخوة مباشرة، من المفترض جدا أن يكون هناك إشارة واضحة أنهم لم يصنعوا ولا يصنعوا، وهو ما أكده السادة. ويجب أن يكون هناك أيضا مبدأ أساسي في أن نحترم اللون الثاني، وأن نحترم الرأي الآخر، وأن نحترم مهما كان اختلف معنا في وجهات النظر. ولماذا لا يكون هناك تأصيل؟ نريد أيضا ما يجب أن ننبه إليه الجميع، فإن نريد حلا لهذا الوطن يجب أن يكون بحجم المشكل. المواطن يعاني والشعب يعاني وهذا الوطن يعاني، وإن نتكلم على سنين ربما تتكلم الآن على واقع عملي. ليبيا مرت بمرحلة صعبة وصعبة وصعبة جدا، وهو اليوم أصعب. نتكلم على وضع أمني مزري جدا، نتكلم على انتشار للتطرف، التطرف سواء كان في الشق العسكري والذي يمارسه الدكتاتور حفتر، هذا الذي يقوم بالقتل والترويع وسلب الله حقيقة، هذا أمر مفزع، والدماء التي تسيل. وأيضا الإرهاب الديني والتطرف التشددي الذي انتشر فيما يتعلق احتلت مدينة سرت. نتكلم على وطن جزء منا محتل من قبل عصابات إجرامية أتت من خارج ليبيا، نتكلم على أرض لم يتم تحريرها، نتكلم على وطن، نتكلم على أيضا على صبراتها وما جرى فيها، نتكلم على مجرمين تم تصديرهم إلينا من دول الجوار وعلى رأسهم تونس. نتكلم على واقع حقيقة مزعج وأزعج منه في أن يكون هناك فعلا فرقاء حاولوا قدر الإمكان، خرجوا على القذافي جميعا، ويجب أن يلتئم الجراح، ويجب أن ينسوا محاولة قدر الإمكان أن يكون هناك لون واحد أو طيف واحد. ليبيا لن تحكم بطيف واحد، وسيكون هناك تعدد، ويجب أن يقبل هذا، ومرفوض ومنبود مهما كان العمل الذي يتم بالاعتداء على مباني أو اعتداء على حزب أو اعتداء على أي جهة سياسية. معنا الآن السيد بشير سويحلي ناشط سياسي. سيد بشير، تعليقك عما جرى من كلام من ضيوفي حول الاعتداء الذي تم على مقر حزب الاتحاد من أجل الوطن. في بداية مساء الخير لك ولضيوفك الكرام ولكل المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني أنا تابعت ما جرى من حديث واستغرب
بالتحديد حديث الأخ محمد الموسيفي عندما قال لم يكن هناك تهديد بل كان هناك تهديد وتحريض وتأجيج واضح في بيانهم الذي سيقدم للنيابة العامة عند النائب العام وستتكفل الجهات القانونية بالتحقيق في هذا الموضوع. هذا من جهة. أما بالنسبة للشق السياسي حديثه عن التوافق، هذه المجموعة التي ينتمي إليها السيد محمد هم من بدأوا التخوين وبدأوا التشكيك في النوايا الآخرين وبدأوا هم بما إعطاء صكوك الوطنية لمن يريدون، اختزلوا ثورة فبراير في أشخاصهم فقط عندما خرجوا في برياناتهم أكثر من مرة باسم صناع الثورة. أول مرة أسمع بهذا المصطلح من قبل وكل الليبيون استغربوا هذا المصطلح. من أنتم حتى تختزلوا ثورة فبراير والوطنية والتوافق وتخرجوا عبر المنابر إعلامية معينة وتتحدثوا باسم الشعب الليبي؟ حتى في ميدان الشهداء نتكلم بكل صراحة، مظاهرات فجر ليبيا والمظاهرات التي كانت تخرج ضد الإنقلابيين وضد حكم وحكم العسكر وضد الذين كانوا يريدون الاستيلاء على ليبيا عن طريق حكم العسكر قلت أعدادهم بشكل كبير. ليقول لي الآن السيد محمد موسيفي والمعي لماذا قلت هذه الأعداد؟ لأنهم اكتشفوا أن هناك أجندة سياسية خاصة لا تتعلق بروح الوطن ولا تتعلق بروح التوافق التي يتكلم عنها، وبالتالي للأسف الشديد تفادوا الخروج في هذه المظاهرات. وبالتالي أنا أريد أن أقول أن أنتم أضريتم بثورة فبراير وبروح التوافق وبالاستقرار السياسي والأمني والعسكري أكثر من حتى من الأطراف الأخرى. شيء آخر، في بيانكم الذي خرجت به الأسبوع الماضي قلتم بالحرف الواحد نحن نعرف كيف نرد في الوقت والزمان والمكان المناسبين، وهذا مثبت ومسجل. وبالتالي عندما يقول لي أن هذا أن بياننا لم يكن فيه تهديد أو تأجيج أو تحريض، هذا كلام عار عن الصحة. الأطراف السياسية في ليبيا شاهدت هذا، النخب شاهد على هذا، الشعب الليبي شاهد على هذا. نحن نعم سيد بشير، نعم سيد بشير سويد القمعي، أريد أنكم النقطة هذه لو سمحت، نقطة مهمة. تفضل. نحن لا نريد جر العاصمة طرابلس لأي دماء، نحن نبحث عن الاستقرار والتوافق، لأن المواطن الليبي مل، نريد البحث عن حل نهائي يخرج ليبيا من أزمتها، ولا نريد أي عنف أو دماء. ولكن للأسف الشديد بعض الأطراف عبر أعمالهم التي حدثت قبل يومين هم من يريدون جر العاصمة طرابلس وغير اقتتال داخلي لا قدر الله. نعم ابقى معي سيد بشير. سيد محمد الموسيفي، لعلك سمعت كلام السيد بشير واتهامات واضحة إليكم بشكل شخصي، ما تعليقه؟ نعم نعم، أولا نحن ما زلنا نؤكد أن لا علاقة لنا بأي جرم أو بأي جناية وقعت، وأننا لسنا نحن من يرتكب هذه الأفعال. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الرد المناسب في يعني هذا لا يشترط أن يكون ردا غوغائيا أو فوضويا، يمكن أن يكون بأشكال الردود الأخرى الكثيرة. نحن لم نفكر يوما أننا نعادي أو نقاتل رفاقنا إلا إذا قاتلونا، وهذا أمر نسأل الله أن لا يقع. مسألة أنه الآن متحامل علينا السيد بشير أو حتى والده كذا، نحن نقدر ظرفهم، ربما هم يعتقدون الآن أننا نحن وراء هذا العمل، نحن لسنا وراء هذا العمل ونستهجنه ونعتبره ضربا من ضروب الفوضى ولا نؤيده. دخول طرف ثالث هذه مسألة تحدثنا عنها في حديثنا، متوقعة في أي وقت للتأجيج، فلابد أن ننظر جميعا لمصلحة الوطن. موضوع ميدان الشهداء وقلة العدد هذه أشياء كثيرة، أنتم تعرفون أن الآن التيارات كثيرة ومختلفة ومتناحرة ومتقاتلة، يعني أكم من تيار موجود الآن. نحن تيارنا يرى أننا نسير في الاتجاه الصحيح وأننا نسير باتجاه حماية الوطن والدفاع عنا. أما مسألة صناع الثورة هذا لفظ، يعني ليس بالضرورة أن نكون نحن من صنع الثورة، نحن جزء من الثورة. نعم. فنحن لم نذهب إلى جهة دولية ولا محلية لنثبت أننا نحن نعم صنع الثورة، نحن قلنا محمد. كلمة والمش بالضرورة التمسك بها يعني. نعم سيد محمد الموسيفي عضو مجلس حكماء وعيان حي الأندلس، شكرا جزيلا لك. السيد بشير ما تعليقه؟ نعم أنا فقط أريد أن أقول في البداية أن هذه ليست الحادثة الأولى من ناحية التحريض والتهديد والتهجيج، هناك مواضيع أخرى وهناك
قضايا ستقدم للنائب العام، هناك اجتماعات حتى أمنية حدثت للأسف الشديد في الأشهر الماضية وكانت تتكلم بالتحديد وتهديد شخصيات معينة مشاركة في الحوار السياسي. كونها وأثار نقطة فقط دعني أخي كريم أن صلح هذا، الحمد لله الجميع يعلم مشاركاتي على مدى السنوات الماضية منذ بداية الثورة حتى الآن، أنا لم أتكلم باسم عبد الرحمن السويحلي ولا في أي مناسبة واحدة، سواء كانت على صفحتي الشخصية في الفيسبوك أو عبر وسائل الإعلام. أنا دائما أشارك بصفة ناشط سياسي ولم أتحدث على خط سياسي للدكتور عبد الرحمن السويحلي، والجميع يشهد لي بذلك. بالتالي أنا لست متعامل، أنا هنا أتكلم على الشق السياسي. ليبيا الآن تمر بأزمة، ليبيا الآن تمر بعنق زجاجة، هناك قلة معينة متشبثة برأيها، متشبثة بالسلطة، وتريد تفرض رأيها على الجميع، وأكثر من ذلك تريد أن تفرض حقوق الوصايا على 18 فبراير. نحن هذا الشيء نرفضه. معمر قدافي كانت أحد أخطائه عند بدء انقلابه ما يسمى باللجان الثورية. أنا الآن أرى بصفتي ناشطة سياسية وغير من النخبة الليبية ظهور شيء جديد هو لجان ثورية باسم فبراير. هذا الشيء مرفوض. لا أحد يختزل ولا يملك حق الوصاية على فبراير التي شارك فيها كل الليبيون. هناك آراء سياسية مختلفة، من يريد أن يعارض الاتفاق السياسي أو غيره من حق ذلك بالأساليب السلمية المشروعة والوسائل السياسية. أما التحرير والتأجيج والتي أدى إلى حادثة الأسبوع الماضي وغيرها من الحوادث، هذا شيء مرفوض بالكامل. هناك توافق سياسي، هناك مساعي لمصالحة وطنية شاملة للخروج جديد من أزمتها، ولا تملك مجموعة معينة أن تختزل هذا الرأي كأساسية وتقول نحن صناع الثورة أو تقول نحن أوصياء على 17 فبراير أو تفرض رأيها على البقية الباقية. هناك أطراف سياسية، هناك أحزاب، هناك نخب، هناك ليبيون، دعوهم يعبرون على رأيهم بكل حرية. هذا ما عندي. نعم، ابقى معنا سيد بشير، سوف أعود إليك. أنا دكتور محمود، ما رأيك في هذا السجال الجاري والذي يحدث الآن؟ حقيقة سجال ينتمي على إمكانية التعدد، إذا مهما كان كل منهم لا يحاول قدر الإمكان نفي الآخر. نتمنى أن يفهم الجميع بأن ليبيا ستسع الجميع وستسع التعددية، سواء كان هذا الطيف أو ذاك الطيف. إمكانية أن تختزل ليبيا ليس مقبول شكلا ولا مضمونا ولا قانونا. لا يمكن لليبيا أن تختزل في ظل اتجاه ولا في ظل حزب ولا في ظل توجه، مهما كان هذا التوجه، مهما كانت صحته. كلامي صحيح ولكن غيري لا يحتمل أن يكون خطأ، ولكن احتمال أن يكون هو صحيحا أيضا، فاحتمال الصحة أيضا متواجد. نتكلم على واقع عملي أيضا، أن ليبيا يجب أن تسع الجميع، يجب أن لا يكون هناك فرقة تزيد هذه الفرقة ألما وإلاما. يجب أيضا أن ينبد العنف واستخدام العنف واستخدام السلاح، وأن يكون هذا منبودا بكل الوسائل، وأن لا يسمح به مهما كان. نعم للمعارضة، يجب أن تكون المعارضة واضحة وجلية وأن تتخذ إجراءات قانونية وفقا للمتبع. نحن نرسي لدولة قانون ودولة مؤسسات، يجب أن تستمع إلى الآخر، يجب أن تكون هذه المعارضة سلمية، يجب أن لا يكون فيها هناك تهديد. هذه إجراءات هي من صلب اختصاص القضاء ومن صلب اتجاه الاختصاصات الجهات القضائية والأجهزة المساعدة لها، ويجب أن يتم التوجه إليها. أما هذه المناكفات السياسية والتي نرى أنها تفسد ولا تؤتي ولا حقيقة تبعد هذا واقع عملي، أن ليبيا وثوارها وثورتها وشعبها لا يريدون تفككا كالتفكك الموجود أو يزيد هذا التفكك تفككا. نتكلم على إلى أين نحن ذاهبون. هذا السؤال الذي يجب أن يوجه سواء كان للدكتور عبد الرحمن، سواء كان للسادة الذين موجودون حاليا أو كان الأستاذ يتكلم منهم، سواء الآخرون. إلى أين نحن متجهون؟ هل نحن سنتجه إلى إمكانية أن تلتئم الجراح وتبنى ليبيا على توافقات؟ ربما نختلف في وجهات النظر هذه أو ذاك، ربما هذا يرضيني وهذا يرضيني، ومستحيل أن نصل إلى مرحلة الرضا فيما يتعلق بتوافقات. ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله كما سبقنا وسبق وذكرنا. ومع هذا وذاك نجزم بأن هذه تعتبر خطيئة وتعتبر جريمة ولا يمكن تكرارها، ويجب أن يتم المساءلة عنها، ولا يتجه إلى الأمام فيما يتعلق بإمكانية أن توجد توافقات فعلية منتجة على أرض الواقع لدولة ينتظرها الليبيون لحلول سياسية واقتصادية منتجة للحرب على الإرهاب. ويجب أن لا تكون حرب خجولة، ويجب أن تكون واضحة وجلية، ويجب أن تكون للعيان وبمعية المجتمع الدولي من خلال دعم وليس من خلال دخول على ليبيا. فهذا محرم وممنوع، وممنوع شكلا ومضمونا، ولا يمكن الرضا بوجود قوات أجنبية على أرض الوطن. نعم سيد محمد الهنجاري، برأيك في ظل هذه السجلات وهذه التهم المتبادلة بين الأطراف، هل
لن نشهد مثل هذه حادثة أم أن الحوادث سوف تتكرر؟ أعتقد أن الحوادث سوف تتكرر سواء بفعل بأمر من هؤلاء الرافضين للاتفاق السياسي أو من التنظيم الظلامي الشيطاني الذي يستغل الفرصة الفرقة بين الأخوة ويستغلها سواء باغتيال اغتيالات أو تفجيرات حتى يتهم الطرف الآخر كما حدث في بنغازي. هذا شيء وارد، ولكن يجب على الطرف الآخر أن يخفض من حدة التحريض وعلى العنف وعلى الرفض وغيره. أنا حتى أرد على الأخ محمد أبو سيف الذي يقول نحن نحرض، التسجيلات موجودة في كل في ميدان الشهداء في غيرها، بالتالي وكيف عرف حتى أن هناك رفض كبير للاتفاق السياسي؟ أغلب المدن في ليبيا يريدون الاتفاق السياسي، الشعب ملأ من هؤلاء الجسمين، يريد بديل آخر لهم، وهو أعتقد أن الآن محتل ميدان الشهداء ولا يترك لأي تيار سياسي أن يدخل ميدان الشهداء وعبر عن نفسه. هذا احتلال وأعتقد هيمنة واغتصاب للرأي الآخر. يعني حتى عندما بعض الاتفاق السياسي هناك نشطاء جهزوا أنفسهم للخروج للتأييد للاتفاق السياسي في الصغرات، وجدنا التهديد بالعنف وبالقتل وبغيرها سواء في صفحات البوكس وفي صفحات الفيس أو في بعض المواقع، كذلك الخطابات التي تدور في ميدان الشهداء تحرض على العنف وتعرض على من يأتي للحوار السياسي سوف يكون عبيلا سوف يكون خائنا. يعني هذه اترك الميدان هذا الشهداء للجميع الليبيين كلها التي ضحت من 17 فبراير وغيرهم، وحتى الذي لم يشترك له رأي سياسي يجب أن يترك الميدان للجميع وأن يستغلوا فئة معينة وجدها معينة للتوجه واحد فقط وهو التحريض على العنف وإنزال البلد بهذه الطريقة. سوف أعود إليك سيد محمد. انتقل للسيد بشير. سيد بشير، في تصريح السيد عبد الرحمن تضمن انتقاد لبعض وسائل إعلامية وقال أن الهجوم كان أحد نتائج هذا التحريض، من يقصد بتلك الوسائل الإعلامية؟ وهل فعلا القنوات الإعلامية التي قصدها قامت بعمل تحريضي معين ضد السيد عبد الرحمن أو غيره؟ نعم، هو أشار إلى وسائل إعلامية معينة، وهذه الوسائل للأسف الشديد فتحت المنبر لمثل تلك البيانات التأجيجية التحريضية، وبالتالي أيضا هم يتحملوا جزء من المسؤولية. نعم، نحن نعرف الإعلام جيدا، هناك معايير مهنية أخلاقية معينة، وبالتالي هذه المعايير هي التي يجب أن تستعمل في تحديد المحتوى أو الخط التحريري. أنا كما قلت حق المعارضة السياسية مكفول للجميع، هذه أحد الحقوق التي أتت بها ثورة فبراير، لكن عندما يتعدى الأمر إلى بيانات تحريضية تأجيجية وبذكر حتى أسماء شخصيات، من المفترض من هذه المنابر الإعلامية أن لا تسمح لهذه الخطابات وهذه البيانات أن تخرج أصلا، ولكن للأسف الشديد هذه وسائل إعلامية أيضا هي منحازة إلى طرف سياسي بالكامل وتفتح منبرها إلى مثل هذه الخطابات التحريضية التأجيجية، وبالتالي هي أيضا تتحمل جزء من المسؤولية. من لديه وجهة نظر أو معارضة سياسية معينة لفكرة لاتفاق لبرنامج هذا من حقي بالكامل، ولكن لا يتعدى إلى التحريض والتأجيج والتخوين. ثم أنا أريد أن هنا أقول أن أسأل سؤال واحد، هل هذه المنابر الإعلامية تفتح منابرها للجميع؟ هذه المجموعة التي تدعي أن تتحدث باسم الشعب الليبي كله وتقول أن الشعب الليبي كله يرفض الاتفاق السياسي، من أين لها هذه الشرعية؟ هل دارت على الليبيين مدنا ومناطق وأشخاص وسألتهم أو انتخبهم الشعب الليبي حتى يتحدث باسمهم وتفتح لهم هذه المنابر الإعلامية المجال حتى يقولون أن نحن نتحدث باسم الشعب وأن الشعب الليبي يرفض هذا البرنامج أو يرفض هذا الاتفاق؟ أخي العزيز، أنا أعمل في الإعلام وأنت تعمل في الإعلام وأنت تدرك هذا جيدا، من المفترض أن تكون هذه الوسائل الإعلامية دقيقة ومهنية ومحايدة ولا تنحاز إلى طرف معين ولا تسمح لمجموعة من الأشخاص تدعي أن تتكلم باسم الشعب
وتقول أن الشعب الليبي والشعب الليبي والشعب الليبي، وتستعمل التحريض والتأجيج والعنف. نرجو أن تتكرر هذه مثل هذه عمليات سيد بشير السويحلي. سيد بشير السويحلي ناشط سياسي، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك دكتور محمود إسماعيل. سيد محمد الهنكاري ابقوا معي في فقرة ثانية للحديث عن التدخل العسكري. مشاهدي الكرام نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود إليكم، تفضلوا البقاء معنا. حيث تتسارع الأحداث وتتلاحق، نكون هناك، نتقصى الخبر، وعندما تختلط الأوراق نبحث وندقق، نستفسر ونتساءل، ونستطلع كواليس صناع القرار. نسلط الضوء على الأحداث ونوثق تفاصيل الخبر. الأخبار من كل الزوايا على ليبيا بانوراما. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وللحديث حول التدخل العسكري المحتمل والشيك في ليبيا نذهب إلى هذا التقرير مشاهدي الكرام ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. خمسة آلاف جندي إيطالي سيذهبون إلى ليبيا لتأمين العاصمة طرابلس ولحمايتها من تقدم محتمل لتنظيم الدولة، هكذا تناقلت عدد من المواقع الإلكترونية تصريح السفير الأمريكي في إيطاليا جون فيليبس لصحيفة كوريري دي لا سيرا. طفى هذا التصريح على السطح بعد مقتل راهنتين إيطاليتين كانتا مختطفتان في سبراتا من قبل تنظيم الدولة. بالعودة إلى موقع الصحيفة الإيطالية نتبين أن السفير قال حرفيا أن إيطاليا قد ترسل إلى ليبيا ما يصل إلى 5000 عسكري. وبين ترجيح السفير الأمريكي وجزم مواقع وصحف لا تتحرى الدقة، بون شاسع يختصر فهم أبجدية التعامل بين الدول. تصريح السفير الأمريكي سبق لقاء بين عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيغ ووزير الخارجية الإيطالي، أكد خلالهم معيتيغ ما قاله في تصريحات سابقة ألا مجال لوجود قوات أجنبية في ليبيا حتى بعد تسلم حكومة الوفاق السلطة. بالتوازي مع الضجة التي أحدثها تصريح السفير الأمريكي، عاد الحديث من جديد عن موضوع العقوبات التي من المحتمل أن تطال معرقلي الاتفاق السياسي بعد إشارة المبعوث الأممي إلى ذلك خلال كلمته أمام مجلس الأمن. اللافت في الأمر أن مندوب ليبيا إبراهيم الدباشي طلب بالتريث في معاقبة معرقل الاتفاق، وهي محاولة صريحة لتجنيب حفتر والنواب المؤيدين له العقوبات جراء تعطيلهم المتواصل لجلسة المصادقة على الحكومة. في الأثناء جولة مرتقبة للجان الحوار السياسي، من الممكن أن تسهم في إذابة جليد الخلافات ولو بشكل جزئي، ولو على حساب الرافضين بشدة للاتفاق. دكتور محمود، هل التدخل العسكري في ليبيا قاب قوسين أم أدنى أم ماذا؟ نعتقد جازمين أن العالم متجه نيته بشكل واضح وجلي فيما يتعلق بمحاربة تنظيم الدولة المتشدد المتمثل في جماعات إرهابية تقوم بالقتل والترويع، كان سيطرتها فيما يتعلق بالفتايح حاليا في درنا، مرورا بسرت التي احتلت من قبل الأجانب، وأيضا حاليا بعض البقايا التي وجدت بمدينة صبراتا والتي بدأت بينهم وبين التوار وبين الجيش الليبي مناوشات انتهت إلى هزيمتهم وإلى عدم توجه. والعالم يدرك حجم المشكل ومتمثل هذا المشكل، سواء كان في شق اللاجئين واللاجئون الذين وصلوا إلى أوروبا عددهم ليس بالقليل، وليبيا أحد الضحايا لا شك من كل هذا، وأيضا ما يتعلق بوجود الدولة والمتطرفين موجودين في ليبيا، وأيضا ما يتعلق بالوضع الاقتصادي المتردي والذي يؤثر بطريقة أو بأخرى. ما يجب أن يشار إليه أن العالم يحاول قدر الإمكان إمكانية ويصر على أنه يساعد ليبيا، لكن مساعدة ليبيا يجب أن تكون مساعدة مشروعة وأن
تحافظ على سيادة الدولة الليبية وألا يكون هناك تدخل. الضربات الجوية تم قصف ضرب بعض الأماكن في ليبيا دون الرجوع إلى حكومة ليبيا انتهكت أو الأجهزة الشرعية أو المؤسسة الشرعية الموجودة في ليبيا. ليبيا انتهكت سيادتها لا شك، ولا شك أن الدول لن تنتظر كثيرا فيما يتعلق إذا وصل الإشكال إلى ما يتعلق إلى حدودها أو داخل عواصمها، وهو أمر موجود لا شك. ولكن من الناحية الثانية اللي يجب الإشارة إليها، أولا فيما يتعلق بالترجمة التي أخذت فيما يتعلق بتصريح السفير الأمريكي بإيطاليا، لا نعتقد أن الترجمة كانت يعني حقيقية، لأن الترجمة قد ترسل وقد لا ترسل، ونعتقد أن إمكانية إرسال جنود على الأرض قد ليست للتحقيق إذن ربما ترسل، ولكن الواقع لن يمكنه بالنسبة للناحية الفعلية للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وأيضا هذه الدول لا توجد إمكانيات تستطيع من خلالها أن ترسل جنود على الأرض ليبيا، لأنه يدرك صعوبة المرحلة وتصعب أنه وهي تريد حلا، وسيزيد هذا من شأن الموضوع إرباكا، بل سيمهد إلى إمكانيات أن يكون هناك للتطور للتطرف مبعة، ويحاول قدر الإمكان أن يكون نوع من المشجب الذي يعلق عليه الكثير والكثير، بل تؤدي إلى الانضمام مجموعات أو حضور مجموعات أخرى. نعتقد أن هذا لا يحل مشهدا ولا يحل إرباكا في ليبيا خاصة في ظل التطرف. أيضا ما يتعلق بأن ليبيا لديها إمكانيات للقضاء على الإرهاب إذا دعمت لوجستيا، إذا توفرت الناحية الصحية ودعمت لوجستيا وتم تقديم المؤن والدخيرة ووجدت ضربات جوية، وبالإمكان ويجب أن يكون هناك تنسيق، لكن يجب أن نرسل رسالة واضحة أيضا إلى العالم جميعا أن ضد الإرهاب، ونحن دائما ضد الإرهاب بشكل مضمون. أنا التنسيق قالوا أن نحن لن نقدم على هذه الخطوات إلا بعد أن تمنح حكومة الوفاق الثقة. نعم. لكن هم داروا ضربات قبل حتى ما تمنح حكومة الوفاق الثقة. إذا من الجهة الممكن مستقبليا يتم التنسيق معها؟ لا يوجد القانون أو بالواقع العملي أنهم يفرضون، هي سياسة فرض القوة. الولايات المتحدة عندما تضرب أو فرنسا أو غيرها، لا يوجد لدينا في الدولة الليبية لا يوجد أي تنسيق، وانعدام هذا التنسيق بناء على التشظي وعدم وجود حكومة توافق وعدم وجود جسم يتم الحديث معه. نتكلم على واقع عملي، على أن الأجسام في ليبيا 2 أو 3 وربما تولد 4. نتكلم على واقع حاليًا جسمين تشريعيات وجسمين تنفيذيات والثالثة في الميلاد. إذا ليبيا غير قادرة على مواجهة الإرهاب. ليبيا قادرة على مواجهة الإرهاب إذا وجدت نوع من الوحدة فيما يتعلق بوحدتها الوطنية. يجب أن تكون هناك وحدة ترابية، وأن يكون هناك حكومة واحدة، وأن يتنازل الجميع على مقاعده الوتيرة التي يحاول قدر الإمكان التأصيل لها والغناء بها دون أن يكون لها معنى حقيقي على أرض الواقع. نتكلم على التشظي يريد العالم أن يستغله بطريقة أخرى. نتكلم على جماعات قد تم تقسيم ليبيا، مصر وكأنها امتدت ألسنها محاولة قدر الإمكان نشر الإرهاب العسكري إلى المنطقة الوادي الأحمر، وأيضا كثير من الدواعش الذين أتوا معظمهم من تونس انتشروا إلى مدينة سرت. نتكلم على أيضا الجنوب وما يمر به من إشكال. نتكلم على واقع متشظي لا يمكن أن يفصل فيه إلا وجود حكومة موحدة مستقرة متوافق عليها. الجميع ينتظر هذه الحكومة التي لابد أن يتعامل مع المجتمع الدولي للقضاء على تضربة الإرهابية. إذن التدخل الدولي نتكلم على التدخل. سوف أدرك دكتور محمود. معي السيد عبد الله الكبير كاتب وصحفي. سيد عبد الله، هناك أكدت أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي والمتحدة الأمريكية اجتمعوا مع أعضاء المجلس الرئاسي في تونس وتحدثوا عن عقوبات لمعرقلي الاتفاق السياسي أو معرقلي العملية السياسية في ليبيا. هذه العقوبات هل هناك تقارب وتوافق ما بينها وبين التدخل العسكري المحتمل في ليبيا؟ نعم، تحية لك ولضيوفك ولكل السادة المشاهدين. أنا أعتقد أن مسألة العقوبات تتعلق بالمسار السياسي، أي من يعرقلون حكومة الوفاق الوطني والاتفاق السياسي، خاصة عندما تدخل الحكومة إلى طرابلس ربما ستفرض عليهم عقوبات، لكن لا أتصور أن هذه العقوبات ستكون ذات جدوى. بالنسبة لي التدخل العسكري، أعتقد أن التدخل العسكري قد بدأ. يعني أمريكا قصفت أحد مواقع داعش في مدينة صبراتا. الصحف الغربية تتحدث عن خبراء من فرنسا، من إيطاليا ومن بريطانيا يحضرون لمعركة ضد التنظيم، لأن لا نعرف كيف ستكون تفاصيلها، لكن على أي حال لابد أن تتوحد البلاد سياسيا على الأقل حتى نحس مخاطر هذا التدخل. إذا كان هذا التدخل شر لابد منه، لابد أن نحد من مخاطره، لأن هذا التدخل سيكون مكلف
وسندفع تكاليفه من أموالنا ومن استقرارنا ومن مستقبلنا. أيضا إذا لم تكن لدينا حكومة موحدة فمن سيطلب من أي قوات تدخلت في ليبيا أن تغادر أو أن تتوقف أو تحدد لها مناطق عمليات إذا كان التدخل سيكون عن طريق الجو على سبيل المثال؟ إذن لابد من أن تتوحد القوى السياسية خلف حكومة وحدة وطنية. أنا حكومة الوحدة الجميع السيد عبدالله الجميع يعلق الأمال بشكل كبير على حكومة الوفاق الوطني. إذا تم منح الثقة لهذه الحكومة، هل الحكومة سوف تطلب التدخل الدولي أو التدخل العسكري في ليبيا بشكل رسمي أم ماذا؟ الحكومة في اعتقادي أنه لا ينبغي أن تبادر إلى طلب التدخل العسكري الخارجي، لابد أن تجري تقييم للموقف، لابد أن تجمع القوى السياسية والعسكرية، سيكون معها مجلس الدولة وسيكون معها البرلمان، وأن يكون هناك قرار جماعي من كل القوى السياسية والقوى الجهوية أو القبلية الموجودة في هذه التشكيلات اللي هي البرلمان ومجلس الدولة، وهم من يحددون شكل هذا التدخل. ربما لا نحتاج لهذا التدخل أصلا، أو نحتاج إلى تدخل محدود عن طريق تعاون استخباراتي، عن طريق بعض الأسلحة تزود بها القوات التي ستواجه هذا التنظيم، لأننا من خلال لكن صعب في ظل تحدث الدكتور محمود في ظل التشظي والانقسام السياسي الحاد وفي ظل عدم وجود مؤسسات قوية ومتماسكة أن يتم دعم هذه المؤسسات وهذه السيولة الموجودة، السيولة الأمنية الموجودة في ليبيا. لا في اعتقادي أنه إذا لم تتواجد حكومة موحدة وتعمل من طرابلس وتجمع معها أغلب إن لم نقل كل القوى السياسية، فأنا في تصوري أن التدخل العسكري الغربي إذا تهددت مصالحهم بالتأكيد سوف تتهدد، إذا تمدد التنظيم أكثر سيكون مختلف، لن تكون حرب مفتوحة أو تدخل مباشر كما حصل في أيام الثورة، وإنما ستكون عن طريق عمليات عسكرية محدودة، عن طريق قوات خاصة، عن طريق ضربات جوية، كما صرح أوباما مؤخرا عند حديثه عن تمدد تنظيم الدولة في ليبيا، قال كلما سنحت لنا فرصة سوف ننتهزها. إذن هم يتابعون الآن الموقف على الأرض، ومتى وجدوا فرصة أو تجمع لمعسكر يعرفون أنه لتنظيم الدولة أو فيه قيادات يتابعونها عن طريق مخابراتهم سوف يقصفونه دون انتظار لهذه الحكومة التي طال انتظارها من الليبيين ومن المجتمع الدولي. نعم انتقل إلى سيد محمد هنجاري. سيد محمد، برأيك هل هناك جدوى محققة من التدخل العسكري في ليبيا، وهل تبعات هذا التدخل سوف تكون مأمونة؟ والتدخل أعتقد أن هناك عدة يعني طروحات لهذا التدخل، منها إذا في حالة فشل المجلس الرئاسي سوف يكون هناك تدخل مباشر، لأن ليبيا أصبحت دولة فاشلة، دولة مشوشة على الجيران، على حوض البحر المتوسط، 6 مليون يعبدون بأمن، 500 مليون من حوالين الشعوب. أعتقد أن هذا غير، بس هناك رفض من قبل تونس والجزائر لهذا التدخل، يتخذ العالم إجراءات مناسبة. هناك رفض لهذا التدخل من قبل تونس والجزائر؟ لا، هناك رفض الآن، ولكن سوف يتدخل العالم، ولكن يتدخل العالم كيف يتدخل؟ سوف يختار شخصية قوية على الأرض ويدعمها بالسلاح ويتدخل، وأعتقد أن الشخصية القريبة ستكون حفتر، هي من إدعامها المجتمع الدولي بالسلاح لتنهي مشكلة ليبيا مهما كان الحل، المهم أن تنتهي. وهذا لا يعيب الآن موجودين الآن معارضين في الرافضين الاتفاق السياسي سواء في المؤتمر أو في البرلمان، لا يعون هذه المسألة والمجتمع الذي المجتمع الدولي يقدم عليها، لأنهم غير واعون، لأن الاتفاق السياسي هو الذي يلزم حفتر عن جموعه وطموحه السياسي وفي الاستيلاء على السلطة، هو الحوار، هو الاتفاق السياسي الذي أصبح أعطاه الشرعية المجتمع الدولي عن طريق مجلس الأمن المتحدة. هؤلاء يلعبون بالنار وهم لا يعلمون، هؤلاء يعني نعم نوع من الحمق من سبيل الكراسي، يضيعون البلد وسيبدأ الحكم العسكري في ليبيا، لأن العالم لن يسقط على ليبيا بهذا الشكل الذي نراه.
وسوف يتدخل الاجتماع الذي حدث الاجتماع الذي حدث من دول سفراء الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه مع المجلس الرئاسي في تونس والتلويح بالعقوبات على رافضي الاتفاق السياسي، مرحله التلويح لا زالت قائمه، لكن كيف يمكن انزال هذه العقوبات على الاطراف والجهات والاسماء الرافضه للحوار السياسي؟ هذه ستكون الخطوة الأولى، وفي حالة فشل هذه الخطوة سوف يكون هناك تدخل مباشر. ولن هناك شيء آخر، سمعتك تقول لماذا تدخل المجتمع الدولي وضرب بدون إذن من الدولة وسيادة ليبيا؟ أين هي الدولة؟ الدولة هذه مؤتمر برلمان غير، كلهم مخترقين بالعملاء، مخترقين بداعش، مخترقين كيف سيعطون السر، عملية كانت دقيقة جدا، يعطوها لأشخاص ينتظرون الإذن منهم حتى يضيع السر هذه العملية. وثم لأن المجتمع الدولي يعلم جيدا أن هناك اختراق للمؤسسات الأمنية والعسكرية وغيرها في ليبيا مخترقة جدا، لا هناك وجود الدولة، هناك فوضى غارمة مخترقة لم تصف الدولة لحد الآن، فوضى نعيش فوضى يقودها الحمقى والأغبياء وطلاب السلطة والذين لا هم لهم الا المال والسلطه والبقاء في الكراسي حتى يسقطون ليبيا الى هذه الهاويه التي نراها الان في سواء في الاقتصاديين والامنيين. نعم، السيد محمد الهنجاري محلل سياسي، شكرا جزيلا لك. هنا الدكتور محمود، كيف يمكن ان يكون المشهد السياسي والامني في ليبيا بعد التدخل العسكري ان تم؟ كلاهما مرتبط بالآخر، لا شك أن المشهد الأمني والمشهد السياسي كليهما مرتبط بالآخر من جميع النواحي. الناحية الأساسية فيما يتعلق، إذا لم يوجد توافق في ليبيا، إذا لم توجد حكومة متوافق عليها، إذا لم يوجد تقدم في المسار السياسي، سيكون هناك شيء ملبد خاصة للعالم الآخر، محاولة قدر الإمكان لفرض سياسة ربما تستغل بالطريق السلبي. نتكلم على غارات قد شنت وغارات ربما تشن وستشن، شئنا ما بين، هذه أشياء موجودة على واقع العمل، لأن الواقع العمل أنه لا يوجد من يستطيع إلزام الولايات المتحدة الأمريكية ولا فرنسا ولا بريطانيا ولا غيرها من الدول في ظل إدارة ضعيفة وفي ظل إرادة ضعيفة وفي ظل تشظي من الناحية السياسية ومن الناحية الفعلية ومن الناحية العسكرية. هناك تخوفات من قبل دول الجوار، سواء كانت جميع الدول دول الجوار، من هذا التدخل. هل تأثير هذه الدول يستطيع أن يمنع التدخل العسكري في ليبيا؟ دعني أقول بأن هذه الدول تغني ولا تسمع، ودعني أنها تغني على مصالحها. والحقيقة المؤلمة في أن تونس عندما لا تنادي بأنه لا يمكن التدخل لأنها تخشى أن يفر المتشددون إلى أراضيها، لا تخفى على ليبيا، ولكن فلتضربوا ليبيا كما تشاءون، ولكن لا نريد أن يخرجوا إلى أرضنا. ولذلك تم استدعاء فرقة بريطانية من أجل حراسة الحدود على ليبيا، وتم إعداد ما يتعلق بنوع من السياج أو ما يتعلق بالحفر الذي عدته تونس. مصر أيضا متخوفة من هذا، وأيضا الجزائر. ربما نتكلم على واقع أن ليبيا هي الضحية، والليبيون هم الضحايا، والذين يمارسون الإرهاب والذين هم متقبعون على مقاعدهم عليهم أن ينظروا إلى ليبيا وإلى ما مر بالليبيا من ألم وإشكال. ويجب أن يكون هناك توافق يسع الجميع، لا يستثني أحدا، ولكن يحاول قدر الإمكان التأصيل لوطن والتأصيل لأساس فعلي قادر على النتائج. يجب أن ينظر إلى المشكل وحجم المشكل، إلى أين أصبح المواطن حقيقة، معاناة سواء كان من الناحية المادية ومن الناحية الصحية. الموجودون على الأرض قادرون على حسم المعارك إذا قدمت لهم الإمكانيات، إذا توفر لهم الأشياء الصحية، إذا توفرت أيضا المستشفيات من أجل علاج جرحاهم، وإذا توفر الدعم اللوجستي. أما التدخل على البر فهو لا شك مرفوض، ولا يمكن المضي فيه قدما مهما كانت، وهو نوع من الاستعمار المرفوض شكلا ومضمونا، قاتله الأجداد وسيقاتله الأحفاد إن أتوا. ولكن الواقع العملي إذا كان هناك دعما لوجستيا قادرا على هزيمة داعش فالليبيون معه، ولكن من خلال الموجودين على الأرض. نعم، سيد عبد الله الكبير، هناك مصادر تقول أن واشنطن تقوم بالبحث عن حلفاء بين الفصائل الليبية المسلحة حتى تكون حليف لها في عملية التدخل العسكري إن تم لمحاربة تنظيم داعش. نعم، هذا صحيح، وأعتقد أن هذه هي الخطة البديلة في حالة عدم تمكن حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها في طرابلس. إذا تمكنت حكومة الوفاق الوطني عن طريق وسائل الضغط التي يمارسها المجتمع الدولي
الآن من الدخول إلى طرابلس واستلامها مقرات الدولة وبدأ عملها، فسوف يتعامل معها المجتمع الدولي في قضية التنظيمات المتشددة والإرهاب والهجرة غير الشرعية وكافة المشاكل التي تؤثر في الإقليم من خلال ما يجري في ليبيا. أما في حالة فشل هذه الحكومة أو التوافق حولها أو دخولها في طرابلس، أعتقد أن أمريكا بدأت منذ مدة في التواصل مع بعض الفصائل المحلية على الأرض للتعاون معها في موضوع مكافحة الإرهاب. ولكن هنا الجميع يتساءل إذا صار هذا التدخل، إذا تم هذا التدخل وأصبح التدخل فعلا على الأبواب، هنا المشهد السياسي ككل والمشهد الأمني ككل في ليبيا كيف سيكون؟ طبعا التدخل، أنا في اعتقادي أنه لن يكون هناك تدخل مباشر. لا يستطيع الغرب الآن أن يتورط في ليبيا، لديه تجارب سابقة فاشلة إلى حد كبير من تدخل مباشر سواء في أفغانستان أو في العراق أو في سوريا، الآن لم يحل المشكلة، لذلك هم حذرون جدا في مسألة التدخل العسكري المباشر. إذا كان هناك تدخل أعتقد أنه سيكون عن طريق قوات محلية على الأرض يتواجد معها الآن خبراء لتدريبها وربما تزويدها ببعض الأسلحة النوعية التي ستساهم في تفوقهم في حسم المعارك، مع معلومات استخباراتية، مع ضربات جوية لبعض المواقع التي يتحصن فيها مقاتلو التنظيم. أعتقد أن هذا هو السيناريو المقبل سواء تشكلت حكومة الوفاق الوطني ودخلت إلى طرابلس أم لم تدخل. نعم سيد عبد الله الكبير كاتب صحفي، شكرا جزيلا لك. دكتور محمود كلمة أخيرة. الداعمون الموجودون على الأرض والفاعلون الموجودون على الأرض والذين فعليا حقيقة في أنه لم يتم مراعاتهم في عدم الجمع ما بين الفاعلية والشرعية، فالفاعلية الموجودة على الأرض لم تعطى شرعية، والشرعية الموجودة في السماء أو على مقاعدها ليس لها فعلية بالشكل الواقعي. لذلك فالدعم الواقع للمجتمع الدولي يجب أن ينصب للموجودين على الأرض، ويجب أن تدعم دولة في ليبيا، ويجب أن تؤسس لحكومة توافقية، ويجب أن ننسوا الخلاف، ويجب أن نحاول قدر الإمكان تجميع الشتات من أجل ليبيا أولا ومن أجل ليبيا أخيرا، ومن أجل ليبيا يجب أن يتنازل الجميع على جراحهم، ويجب أن يحاولوا قدر الإمكان التأصيل للحرب على الإرهاب ولمنع الهجرة غير الشرعية، وأن نوصل إلى دولة ضحى من أجلها الحقيقة الشباب وضحى من أجلها كثيرون وكثيرون. ولا يجب أن تنسى وتترك هكذا. نعم الدكتور محمود إسماعيل محلل سياسي شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة على أمل أن نلتقي بكم في لحاقات أخرى. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم.